حتى أوصل للبداية. ما بيحلال جرجر الكراسي الا وانا نايمه. صباح الخير ماما. صباح النور ماما. يلا غسلي وشك وحطي حواضر لافطر انا وياكي. ماما هلا ليش بتحبي تعذبي كل يوم والتاني؟ هلا هذا اسمه تعذيب؟ انا عم مسح الارض ونفذ الغبره بس. اي ضروري يعني. ولك بنتي انت شو دخلك بالموضوع؟ حدا طلب منك شيء؟ لا بس ما بحب فيه ولا البيت مكركب. لك بنتي الله امر بالنظافه، شو مكركب وما مكركب؟ يعني نحن وسخين؟ اي ما في حدا غيري وغيرك بهالبيت. ولو كان بيلحقنا النمل والحشرات. طيب امي انت ليه؟ ولك بنتي انت ليش بتحبي الاخذ والعطاء؟ قلت لك روحي اسحبي الشراشف وحطيهم بالغساله خلصيني. اي ما قلتي لي حط فطور؟ اي ما اختلفنا، اسحبي الشراشف وحطي الفطور، صعبه الشغله يعني؟ يا الله شو هذا الواحد بفيه من الصبح عالشغل. ولك خلصيني بلا بربرة. انه ايمتى بدك تبطلي لي عادة هالسهر لانصاف الليالي؟ عم تسلى بدي شو في وراي يعني؟ الدنيا صيف وما بدي فوت نام بكير. ايه مزبوط، بس التلفزيون بينزع العيون والاخلاق كمان. ليش فكرك على شو عم تفرج؟ شو بيعرفني؟ انا بفوت بنام بكير وبترك هالريموت كنترول بايدك وبتقلبي على كيفك. لا تخافي ما عم بتفرج على شي مو منيح. والاغاني الاجنبيه اللي عم تشوفيها؟ ايش بها الاغاني كمان؟ يخرب بيتهم هنن والاغاني اللي عم يسووها، ولي على قامتهم شو ما بيستحوا، كلها تشليط وقله حياه. ايه مزبوط، بس انا بقلب على محطه تانية بمجرد ما تطلع غنيه مايعه. معلش ماما
انا بدي شفر كل المحطات وحط لها رقم سري. ماما شو تشفريها؟ معلوم بدي شفرها. وليش بدك تحطي لها رقم سري؟ لتحضريها لحالك ما؟ ورصاص يخلع رقبتك، انا ما بشوف هيك شغلات، فهمتي؟ ماما ليش هيك عم تعامليني كأني عدوتك؟ يا ماما يا ماما، انت ما بصير تشوفي هيك شغلات، لساتك صغيره. رفقاتي كلهم بيشوفوا الاغاني والافلام الاجنبيه وكليبات مادونا وحنان المرعبي، يعني بدك اياني يكون قدامهم مثل قطرش بالزفه؟ اصلا ما عم ينزعلك اخلاقك الا رفقاتك. مشتيه يا ماما شوفك حامله شي كتاب من هالروايات العالميه اللي بتسلي. والله يا ماما القراءه مفيده. شبكي ماما كلي، ليش ما عم تاكلي؟ شوفي كيف مصفره وقلبي عرقه نص. لا بدي اكل ولا بدي اشرب، والف مره قلت لك لا تجيبي سيره رفقاتي على لسانك. شو هون رفقاتي يعني؟ انا مين اللي غير رغد وعلا؟ قولي ريا وسكينه يقطع. يا حاجه بقى ماما رح تجننيني من عند الصبح. شوفي رؤى، كلمه ثانيه بحط التلفزيون بالخزانه وبقفل عليه، لا تحديني، انت مالك قدي، انا عم بحكي هالشي لصالحك. شايفتك عم تطفي ملوخية. ايه تقبريني، بكرة بدي اطبخ لك اياها، مو انتي بتحبيها من تحدياتي؟ ايه مبلا. يلا هلا بدك شي ماما؟ شو بدك شي ماما؟ ليش لوين رايحة يا مهوة؟ رايحة لعند رفيقتي سلاف. وشلون رايحة لعند سلاف بقى؟ رايحة، شلون رايحة يعني؟ والله فكرتك لابسة مشان تعدي قدام جارتنا. مين جارتنا؟ قلت لك امبارح انه جارتنا بيت الشيطاني جاي لعنا. جاي لعندك امي مو لعنا. وبدك تتركيني انا وياها لحالنا؟ ايش رح تاكلك يعني؟ بلا قلت ادب طول لسان وليها. تبشيني يا امي، انتو نسوان كبار بدكم تحكوا بالطبخ والنفخ والحبل والولاده والزواج والطلاق، ايش ما عدني بيناتكم مثل خازو والبحره؟ وبدك يعني اترك الضيفه لحالها واقوم اعمل لها قهوه؟ يا امي هلا بحط لك ركوه القهوه على النار وبعمل لك القهوه، ما عليك الا تصبيها بالفناجين. وانا ما بدي افتخر انه عندي بنت صبيه وما في غيرها؟ يا الله بيعرفوني امي، ليش ما بيعرفوني؟ لا حول ولا قوه الا بالله. وقديش رح تطولي ببيت سلاف؟ امي مالي رايحه لعند سلاف. لكن لوين رايحين؟ لسه ما اعتمدنا، بس انا اخذت الموبايل معي وبس نعتمد الكافيتيريا اللي بدنا نقعد فيها بحاكيكي. بدك تعدي انت وياها بالكافيتيريا؟ ايه شو فيها؟ انتوا تنتين لحالكم؟ ايه شو رح يصير علينا يعني؟ عادي لشوف قدامي عادي. ليش؟ قلت لك عادي ولا تفوري لي دمي، عادي لشوف. شوفي رؤى، انا ما عندي بنات يقعدوا بالكافتيريات وهن بهالعمر. شو فيها يعني؟ رح نقعد وندردش ونرجلنا شي ساعه زمان بعدين نرجع. شو بدكم تارجلوا؟ ايه شو فيها يعني؟ كل البنات عم بيارجلوا، لا واصغر مني كمان. اذا هن عم يارجلوا هن احرار، اما انا ما بسمح لك بالارجيله لو طبقت السما على الارض. اصلا هي جزاتي لاني صارحتك وقلت لك الحقيقه، كان بامكاني روح ارجل وما خبرك. وليش مين قال لك انك رح تروحي على الكافتيريا بالاول حتى اسمح لك تارجلي؟ العمى يضربك ضرب. امي مو هداك اليوم دوقتيني الارجيل لما كنا بصيدنايا؟ اتنكسر ايدي لما دوقتك اياها، ما خطر لي بنوب انك رح تاخديها عادي. عم ننفخ تنفيخ ما عم نبلع. ولك سدي حلقك بقى، والله ولا كانك بنتي اللي بعرفها. بعدين كيف توعدي رفيقتك بدون ما تخبريني؟ وشو هاللبس المبهدل اللي طالعه فيه؟ هلا هاد لبس مبهدل؟ مين اشترى لي اياه؟ مو انتي؟ ايه اشتريت لك اياها لتمسيه قدام الجيران ورفقاتك وقرايبينا، مو لتنضربي على قلبك وتطلعي فيه بالطريق؟ ايه هي الموضه، مو انا الوحيده. تضرب الموضه ويضرب اللي طالعها شو مبهدل، العام على هالقصه، يعني ضروري نكشف جسمنا مشان الموضه؟ شوفي هالبلوزه اللي لابستيها، لك اذا لبستها للقطه بتطلع صغيره عليها، يعني اذا قصعتي لورا ببين بطنك، واذا طخيتي لقدام بينكشف كل ظهرك. ايه لا تخافي بمشي مثل عصايه. اسألها لما كنا نعيب على الهنديات لأنهم ببينوا بطنه، صرنا هلأ أمر منهم. هلأ بدك إياني اطلع دقاديمة قدام رفقاتي؟ لك لو تشوف فرح شلون بتلبس، شو كنت عملتي يعني؟ شو بدي فرح؟ هلأ ضروري شو ما عملت فرح نعمل مثلها؟ يا ماما، يا حبيبتي، يا رؤى، أنا ما بدي إياكي تلبسي مثل ستي، بالعكس أنا ما بيهون علي. يا ماما نحنا لازم ناخد من الموضة الشيء المحشوم، يعني هلأ إذا شافوكي أمهات اللي عم يخطبوا لأولادهم. هلأ شو جاب سيرة الخطبة وجواز؟ أنا هيك يلي عجبه عجبه واللي ما عجبه عمرينه. ليكي رؤى، بلت شك كفين على خلقتك بعميكي ها؟ ايه وهلا؟ هلا لا في روحة ولا في جاية، فوتي شلحي وانقبري بالبيت، وإذا سلاف بدها تشوفك تجي لعنا لهون،
اما شيت اني اسمح لبنتين فراتيك يروحوا يقعدوا بالقهاوي مثل الشباب المشوربه فهذا شيلي لي اياه من بالك نهائيا ولا تحلمي فيه بنوب. واذا بدكم تشموا الهواء انا باخذكم، اما انه تروحوا خلص خلص لا عاد بدي فوت ولا عاد بدي اطلع، بدي ضلي قاعده بالبيت مثل الفاره المحبوسه. عجبك هيك؟ انا فاتي نام من هلا؟ اي من هلا. أمهاتنا يعني ما كان بصير تخلينا نختار أمهاتنا يلي بيفهموا علينا. كتالوك يا ام عالكتالوك يا ام قربوا يا بنات قربوا قبل ما يخلص المعرض. بيج سيل بيج سيل 50% 50% بيج سيل بيج سيل اوكازيون اوكازيون. مرحبا عمو. اهلا وسهلا ومرحبا. ممكن ندخل؟ اهلا وسهلا تفضلي اهلين. تفضل. هي امي استلم. وصل ولا يهمك. اهلين بالليدي. ليش زعلاني؟ تفضلي على الورشه هلأ بينفضوكي برفق إلا ما يلتقالك راغب. تفضلي. بخاطرك خالي. مع السلامة يا بنتي. قلبي معك. فوتي فوتي معلش فوتي خدي راحتك تجولي المعرض كبير. بيكسل بيكسل 50% 50% أوكازيون Occasion. مرحبا. أهلين. أنا اخترتك لحتى تكوني أمي، ما بعرف ليش بس قلبي لهفلك. وأنا كمان. تفضلي ماما حتى نروح على البيت. أمرك حبيبتي. ميرسي لاختيارك إلي. بيكسل اطلعي ماما. بيكسل أوكازيون أوكازيون. سلريتا كلاماري سلريتا كلاماري. معرض الأمهات معرض الأمهات سريتا كرماري سريتا كرماري بيكسل 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 أوكازيون أوكازيون
يسلموا ايديكي ماما. لك شو هذا حاطي لي فيها شلموني حمرا مثل تبع الاولاد الصغار؟ انا روح قلبي جامايكا وقد ما شربت منها ما بشبع. صحتين على قلبك ماما. قومي صبي لك شي كاسه وتعالي نشرب انا وياكي سوا. معلش ربي انت امي، انا ما بدي مالي مرق فيها، بس يا ريت تخففي لنا هالتدخين شوي. مش صحتي مو هيك؟ لا بس خنقتينا بالريحه. انا بحب السيجاره كثير وهي بالحقيقه نقطه ضعفي. يخرب بيتها شو طيبه، انا روح قلبي الدخان. من انا وصغيره، من وقت ما كان عمري 14 سنه كنت اسرق الدخان من باكيت امي وفوت على التواليت دخنه، وكانت امي تصرخ علي وتقلي شو عصيتي بتواليت، وانا قلها يلا يلا رح اخلص. انا كان قصدي اني رح خلص الباكيت كله. ومن كتر شراهتي للدخان صفروا اظافيري. اي خرب بيتها شو لذيذه، وخاصه بعد اكله زفر. بس بيقولوا كل سيجارة بدخنها المرق بتقصر العمر. بلا مرق بلا أرق. إيه ستي الله يرحمها صار عمرها 95 سنة، ولما توفيت كانت عم تدخن لك بالزور بالزور لحتى مرصوا السيجارة من بين أصابيعها من كتر ما كانت عاصة عليها. خدي لك شفطة ماما، ما في حدا غريب، أنا أمي. بلا لي إياها تسلميلي. إيه مو مشكلة لكان، قومي جيبي لي شوية تلج لأنهم هدول دابوا. حاضر ماما، بس مطولة بالسهرة يعني، صارت الساعة 2:30 وجفوني طبقوا من النعاس. إيه لسه بكير، قاعدين عم نطق عنك أنا وياكي. بس راسي عم يوجعني وبلش. أصبح حتى يصحى راسك، قومي شعلينا هالتلفزيون وقلبينا على الهدش، لأنه قالوا اليوم بدهم يحطوا فيلمين كتير حلوين. شو هنن؟ الأولاني رعب، هذا اللي بياكلوا فيه الوحوش وربط الأعضاء تبع البني آدمين. وليه؟ عم قلك حلو كتير ماما، في ساسبنس. والتاني؟ كمان رعب بس غير نغمها. شو اسمه؟ عويل في المشرحة. وصلت شايفته للفيلم مرتين، وهذا بيحكي عن شخص طيب فجأة بيصحى بيلاقي حاله ملقح بين الميتين بالمشرحة. خلاص ماما خلاص، ما بقدر نام بالليل بعدين. أصبحش علي لي هالتلفزيون من عندك وعلي لي الصوت، لأنه أنا ما بنسجم إلا إذا كان الصوت عالي كتير. يا الله شو صار له هالفيلم؟ صباح الخير، وإنتي من أهله؟ اخص عليكي، هيك بتتركي أمك لحالها وبدون ما حدا يسليها؟ يلا بتسلى بالفستق والكاجو شو بصير يعني؟ ها ليش ما غطيتيني بالليل؟ اخذت برد ونفسي عم تلعب. ايه يمكن من الافلام اللي شفتيها امبارح. لا تذكريني بنوب، يخرب بيت هالافلام، بس بدي افهم شلون بيخرجوها هي. ماما قومي غسلي وشك حتى يصحى راسك. خلاص ماما مو مشكله هلا بغسل. قديش انتي اللي صارت الساعه؟ صارت الساعه 2:00 بعد الظهر. 2:00؟ قولي اصبح افتحي لي التلفزيون على هي المحطه الاكس واي. ليش؟ شو فيها؟ لك بدهم يحطوا هاي الغنية الجريئة تبع مايكل جاكسون. ماما أنا جوعانة كتير، أنتي مو ناوية تطبخي؟ بطل الطبخ ولك ماما بطل، حدا بيطبخ بهالأيام والمطاعم موجودة. هلأ بطلب أكل، وعلى بين ما أطلب ضبي لي أنتي هالأوضة وجيبي لي علبة الدخان وكاسة جامايكا مليانة تلج. يلا يا رؤى، يلا ماما يلا. لك هلا بيموت الكركن، هذا مو طيب يتاكل الا اذا كان عايش. يلا
شوفي ماما، هاد بزاق بحري بس طعمه كتير 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 لذيذ. صحيح هو بطيلس بتم طيلس هي، بس طعمه كتير كتير طيب. شايفة ماما؟ هاد اخطبوط كتير كتير طيب، شي فاخر. وهاد كركنت، هاد ما بياكلوا إلا إذا كان عايش، يعني لسه في روح. بتقيمي إصبع من أصابيعه هيك بتحطيه بتمك، صحيح إلى حوصة بس بغضة صغيرة بيمشي الحال، بس مثل الفستق يا ماما. شايفة هدول؟ هدول ضفادع مربعين على الغالي ماما، كلها هبر وخاصة الفخادة. شوفي هيك بتاكليها هيك مع الصوص، ما في أطيب منها. شو رأيك أمي؟ ليش كل هالقد متاخده؟ أي ما أعمل سندويشة لبنة أحسن لي. مسكينة مالك بالطيب نصيب. والله بتعرفي طعمة أمي. أي ضفادع بتتذكر. يا رؤى، ماما رؤى. نعم ماما. إيه شو ما خلصتي لبس؟ بلا ماما خلصت. شو ها؟ شو هاللبس اللي لابستي؟ شو بو لبسي؟ روحي روحي غيري لي اياه، لسه عنا شغل كتير قبل ما يجوا الضيوف. يلا. يعني شو بدي البس؟ البسي لك فستان من فساتيني، اصغر ما فيهم بيجي قياسك. ايه ماما بس فساتينك ما بتناسب عمري. لا تجادليني باللبس، بدك تلبسي على مرائي انا مو على مرائي. بعدين شو ها؟ شو هالمكياج البايخ اللي عاملتي لي اياه؟ مكياج بناتي بيناسب عمري. لا هذا اسمه علاك مصدي، انا اصلا من بكره كنت ناوي اخذك اعمل لك تاتو وكونتور. انا؟ ايه انت اذا كان انا. بس انا صغيره على هالشغلات. قال صغيره قال ايه المسخ يمسخي. يلا اعمل اللي قلت لك عليه. حاضر ماما. وينك رؤى؟ حطي لي صحون سكاير وموالح قبل ما يجوا الضيوف. ها اجوا الضيوف. وعملينا ثلاث أرجيل معسل وواحدة عجمي مشان عبي نافوخي، وحطي لي غنية الأطفال. كرم عينك ماما. إيه ستي، شو بتحبوا تلعبوا اليوم؟ كون كان ولا طرنيب ولا تريكس؟ لأن المرة الماضية لعبتوني تريكس حملتوني الختيار الكبر، بس هالمرة ما رح خليكم تغلبوني، مشان هيك رح لعبكم كون كان. أنا بالكون كان شاطرة. شو هالحظ اللي إلي؟ أنا اليوم الحظ مجافيني. معرض الأمهات الخمسين، معرض الأمهات الخمسين، تظاهرة سياحية اجتماعية ملفتة. يلا يا بنات يلي لازمكن أمهات لحقوا حالكن، لحقوا قبل ما يخلص المعرض. ساريتا كرماري، ساريتا كرماري، بيج سيل بيج سيل. يلي لازمه أم، التبديل فوري، خدي وامشي يا عروس، جيبي أمك وخدي أم. ساريتا كرماري، بيج سيل بيج سيل. ديوتي فري ديوتي فري. عاوز فركاوف عاوز فركاوف. مرحبا عمو. لو سهلة بالصبية. يا أهلين وسهلين، أهلين بالعروس الحلوة. ممكن بدل أمي؟ إيه على عيني وراسي، ليش لا؟ تفضلي لجوا. يا أهلا وسهلا، ويلكم. أهلا وسهلا ليدي، بوشك على الورشة إذا بتريدي. هنيك بيعملوا لك روداج وتلميع وبيفتلوكي، وإلا ما يلتقلك راغب. أهلا وسهلا ومرحبا. عاوز فركاوف عاوز فركاوف. ساري تقل على ماري، ساري تقل على ماري. يسعد صباحك ماما. صباح الخير يا بنتي، فأنت زينة البيت
أنا اخترتك حتى تكوني أمي، موافقة؟ ونعمل اختيار يا بنتي، ونعمل اختيار. أصبح تفضلي معي على البيت لو سمحتي. بيت علم وأدب وسرور وطرب، نقطع الوقت به بين جد ولعب. ماما رؤى؟ خير ماما، شو في؟ شو هاد؟ شو هاد؟ أنا اللي عم بسأل. مجلات؟ مو مجلات هدول؟ شوفي ماما، أنا هيك زبائن ما بحواها ببيتي بنوب، ولا بسمح لبنتي تقرا هيك شيء مهما كانت الظروف حالك. طولي بالك علي شوي، اللي يصحى راسي بصير افهم عليكي. ماشي، حضرت لك شيء بيسرك كثير اليوم. حضرتي الفطور؟ لا، حضرت لك مخطط لقراءاتك اليوميه. شوفي ماما، هاد حضرت ما قبل الميلاد لهوشكوس برافانتس، وهاد اشعار اوسخيلوس قبل البلوغ، وهي اشعاره بعد البلوغ، وهون في سلسله الادب المقارن للدكتور. طيب طولي بالك ماما لفتح عيوني. ماشي ماما ماشي، فتحي عيونك والحقيني. كما أن التلاقح بين الحضارات الفينيقية وحضارة ما بين النهرين نتج عنه ازدياد في المعارف الإنسانية والكم المعلوماتي، مما أدى بالتالي إلى بروز الكثير من الفطاحل والأعلام في مختلف الميادين. أما الحثيون والآراميون والآشوريون والكلدانيون فقد استعانوا بموروث ليس لهم وبمخزون لم تقم عليه ركائزهم، ولا هو منهم ولا من حضارتهم في شيء. ترموز أكل اللوز يا ترموز. امشي، أنا 100 مرة قلت لك هذا الترموز أكل البقر، بعدين بيعمل كتم للمعدة. المهم هلأ قليلي شو فهمتي من الفيلم اللي حضرناه؟ بصراحة ما فهمت شيء. لا يا ماما، هذا الفيلم ليوسف شاهين. هو إذا كان يعني بده ناس أكبر مني ليفهموا، ولا حق لأفهم هيك أفلام. ماما أنت مجذوبة شي لحتى تحكي هذا الحكي؟ هذا الفيلم حائز على جوائز عالمية. هو إذا يعني يتهنوا هنن جوائزهم، أنا ما فهمته. أنت فهمتي؟ امشي امشي بسرعة دوبنا نلحق. لوين؟ بدنا نحضر محاضرة وجوب ما ليس له وجوب للأستاذ العدناني. امشي بسرعة. هلأ أمك بتطلع قاعدة معنا؟ هي هيك بتحب تتسلى. تفضلي خالي. يسلمك جيال. الله يسلمك. تفضلي ماما. شو هاد خالي؟ هي أكلة حلوة تركية اسمها أردون تسب شاي، دوقوها ما أطيبها، من تحدياتي. ايه ما حبيتها امي، من اسمها ما حبيتها. دوقيها بعدين احكمي. شو هاد؟ طعمتها كتير غريبة، حبيتيها ميرامار؟ يعني اذا الواحد بده يمرقها بتتمرق. هي اكلة كان الرومان يعملوها وقت الحروب، لانها مؤلفة من 3 عناصر ضرورية كتير، المعادن والاملاح والشوارد، وكان الرومان يعملوا. ما حبيتها، حتى لو عملوها الأمريكان ما حبيتها. يا حيفة عليكي، بس شو بدنا نساوي؟ هيك طبع الإنسان، عدو ما يجهل، مو هيك ميرامار؟
صحيح خالي. على فكرة اسمك بده تعديل، ما بيجوز يضل هيك بنوب. شلون يعني؟ يعني اسمك قريب للأجنبي أكثر. ليه ما بتسمي حالك مريمية؟ مريمية اسم كتير حلو. مريمية، استنوا علي شوي. مريمية يا ميرمية يا ميرمية يا ميرمية. عفوا جارتنا في شي؟ لا لا ابدا ما في شي، بس عم جرب اسم مريمية حلو المنادات. مريمية يا مريمية يا مريمية مريمية يا مريمية يا مريمية. شايفين هالمساحة اللونية ما أروعة؟ ماما تعبت وشوبت كتير أنا. هذا كله لأنك ما سمعتي كلمتي ولبستي الكنز القطن. كنستك هي كلها من الفيسكوس والأكريليك. كان العرب القدامى ما يلبسوا إلا من الخز والقز. وكان بزمان. ماما راسي وجعني كتير، خلينا نرتاح أنا وميرمار على المقعد شوي. أنتي ما دخلك بميرمية، أحكي عن حالك وبس. تعبتي شي ميرمية؟ هو مشينا كتير بس أصبح أنتي خليكي هون. امشي أنا وياكي ميرمية نكمل جولتنا. حاكم الطبيعة اللونية الصامتة الشي بتطير العقل. شايفي هالطبيعة الصامتة ما أحلاها؟ شايفي الألوان؟ لحالها عم تحكي. شوفي هاي، تعالي هون، شوفي هاللوحة. شايفي الألوان كيف عم تتداخل ببعضها؟ هذا اللون أدائي لخصوصية. تعالي كمان، تعالي شوفي هاي. وما عم تركب معي، يعني لو خلينا الصبي يركبها ما كان احسن؟ اذا ركبها الصبي بصير بده اجرة ايده، ليش حتى يسمح لك جذبة؟ طيب مجدرتي مو هيك؟ صرنا جمعة عم ناكل مجدرة. اوفر لك بنتي، اوفر. مانك شايفتيني شلون عم اكل؟ يونا يونا، حتى جيت اكل يا تنجان. لك امي ليش عم تحط الصحن تحت الكرسي؟ مالي مروح. طيب مو شايفتيني واقفة قدامك؟ كنت اخذته انا على المطبخ. خرسي ولا تعرضيني بكلامي يا جدبي. على فكرة هلا بدك تطلعي على سقيفة تدوري لي على شحاطتي المخرمة. اجلي لي اياها لبكرة، جاي لعند رفيقتي ميرامار. وإذا كان يعني هي اجت ميرامار وأنا بعدني بالمنظر المبهدل. شوفي خالي قبل السلام والكلام بدك تساعدي رؤى وتجيبولي شحاطي المخرمه من عسقيفة. ايه على عيني خالي. ساعدها شو علي؟ امي والله بكره بجيب لك اياها، خليني هلا اقعد مع رفيقتي ميرمار. ما بقدر لك حوبه، رجلي طالع فيها بسمار والشحاطه المخرمه بتريحني.
لا ولا يهمك روح ساعدك شو عليك؟ مشان الله لا تؤاخذيني. انتي بس هدي لي السلم مشان ما يوقع فيني. شو صار معك؟ لقيتيها؟ ايه لقيتها. اصبح خليكي لك حوبة لا تنزلي. ليش؟ اسمك طلعتي وطلعتي، شوفيني شو دحشة انا اغراض على سقيفة، حكى منسيت. لسه ما خلصوا هالكويات، اريدة تقرضك شو نايطة. ماما شو نايطة؟ ليش انتي المنيحة ما بتبين معك؟ أنو منيحة يبعت لك ده؟ من على بكرة وأنا عم بفعي أمي، جليت وطبخت وكنست ومسحت وضبيت الخزاين وخيطت لك منطوقي المفتوح وبيت كل الكنادر، شو بدك أكثر من هيك يعني؟ إي والله نقصم ظهري نصين من الوقفة على دام رجلي. هذا واجبك يبليك بقتلي. بس هذا ما بينكوى معي، بده كوى. ها؟ ليش الكوى بيكويهن ببلاش؟ ما أحلاني ودافع على الكوى وعندي بنت طول الحورة، إذا مالت على الحيط بتهده. طيب خلي هذا الفستان لبكره، قسما بالله هذا ظلم. لا تتنتوري بوشي ولا لا تتنتوري، بدك تشتغلي مثل الحماره صيفيه لساتها باولها، بقى خليكي ادميه ومن تمساكت احسن لك. ها وليش بقى انا مالي بني ادم؟ اذا كنتي بني ادم تسمعي كلمتي وبتخرسي وبتسدي حلقك. وين المجدره؟ نعيما ماما، حلوين شعراتي؟ قديش دفعتي عندي الكوفير؟ 800 ليرة. 800 ليرة؟ يخرب بيتك شو مبزرة؟ لسه مبارح شاريت لك شامبو ب 250 ليرة. إيه كتر خيرك ماما، بس هو أخذ 800 ليرة لأنه صبغ لي شعري وعمل لي إياه هايلايت. يعني ما كان بإمكانك تحشي راسك بالحنة بالبيت؟ طول عمرك كنت أحشي راسي بإيدي هدول. شو أحشي ما أحشي؟ في موديلات دارجة ولازم. موديلات دارجة؟ أدرجك ضريب يخلع رقبتك. انا بورجيك يا دبي والله لا اصلك شارك على الصفر حتى تبطلي تقولي بدلات دجاجه بطيخ البسمه. ماما شو بدك تعملي؟ شو بدي اعمل؟ انا بورجيك شو بدي اعمل. شو صار لك؟ والله ماني مخليه شعر وحده بس والله ولا لا بحب اشرب من ضمك والله الحماره. والله ماني مخليه شعر وحده بس والله الحماره. انا بورجيك الله يخليني اياكي، انت احلى من الدنيا. لا تتركيني يا